السلام عليكم. ما زلنا في الفصل التاسع ووصلنا إلى ما يسمى بالبادي سيستم. البادي سيستم هو أحد أنظمة تخصيص الذاكرة لل يعني ديماند بيجينج أو ديماند سيجمنتيشن. البادي سيستم ترجمته الحرفية هو نظام الرفيق أو نظام الزميل. هو يقوم بتخصيص الذاكرة from a fixed side segment consist of physically contiguous pages. يقوم بتخصيص الذاكرة المتكونة من يعني المقاطع ثابتة الحجم إلى يعني والتي تتكون من صفحات متجاورة فيزيائيا. متجاورة فيزيائيا يعني لها علاقة بالأوكالتي. طبعا الميموري allocated using power of two allocator. هنا يتم طبعا من يقصد من يقول power of two يقصد بها هي الذاكرة التي يكون حجمها هي من مضاعفات العدد 2. وطبعا احنا مثل ما نعرف هو يعني لكون العنونة وال يعني البرمجة في داخل النظام هي كلها لها علاقة بالباينري سيستم، دائما يتم تقسيم الذاكرة إلى الباور اوف 2 سايزز، يعني حجم الذاكرة يكون دائما هو من مضاعفات العدد 2، يعني 2 4 8 16 وهكذا. ساتيسفاي ريكويستس ان ذا يونت سايزد از باور اوف 2، يتم طبعا إجابة الطلبات من قبل الصفحات أو من البروسيسز اللي يعني عدد الصفحات بحجم ذاكرة هو يكون من مضاعفات العدد 2. Request rounds up to the next highest power of two. يعني إذا كان الطلب يعني إذا كان هناك برنامج يريد حجم ذاكرة حجمه طبعا ليس من مضاعفات العدد 2 يتم يعني round up يتم تقريبه إلى أقرب شيء من مضاعفات العدد 2 الذي يكون أكبر منه. يعني إذا كان لدينا مثلا طلب ل 500 بايت راح يتم تقريبه ل 512 اللي هي من مضاعفات الاثنين. إذا كان هناك طلب ل 1020 بايت مثلا يتم تقريبه إلى 1048 لأنه أيضا هي من مضاعفات العدد اثنين وهكذا. One smaller allocation needed than is available current chunks split. يعني إذا كان الطلب هو أقل من الحجم الموجود حاليا، طبعا مثل ما ذكرنا يتم تقسيم الذاكرة إلى أحجام ثابتة من مضاعفات الاثنين، ولكن إذا كان الطلب هو أصغر من الحجم الموجود، يعني إذا كان لدينا أقل شيء هو 512 مثلا، والطلب الذي جاءنا مثلا هو 24 أو 23، فعند ذلك يتم تقسيم the current chunk القطعة الحالية يتم تقسيمها إلى قسمين two buddies، لذلك سموه هو نظام الرفيق أو الزميل، لأنه كل قطعة ممكن تجزئتها إلى قسمين، كل منهما أيضا من مضاعفات العدد الاثنين. وتستمر عملية التقسيم حتى نصل إلى حجم مناسب إلى الطلب يعني المطلوب حاليا. كمثال مثلا إذا كان لدينا الشنك الحالي هو 256 كيلو بايت والكيرنل طلب من عندنا 21 كيلو بايت، يعني كمساحة ذاكرة طلب من عندنا 21، فعند ذلك يتم تقسيم الشنك الحالي إلى ليفت ورايت، كل واحدة منهم هي 128، يعني 256 يتم تقسيمها على 2 راح يكون عندنا الليفت والرايت كل واحد منهم حجمه 128 بايت أو كيلو بايت. ما زالت ال 128 كيلو بايت هي اكبر بكثير من ال 21، احنا نحاول انه نصل الى اصغر حجم ذاكره هو من مضاعفات الاثنين واكبر من ال 21. فنستمر بالتقسيم ايضا بي ليفت وبي رايت، كل واحده منهم 64 اللي هي حاصل قسمه ال 128 على 2. بعد ذلك ال 64 ايضا ما زالت اكبر بكثير من ال 21، ايضا يتم تقسيمها مره اخرى الى 32 ليفت و 32 رايت. هنا ال 32 هي تعتبر أصغر حجم من مضاعفات العدد 2 اللي هو أكبر من 21. بعد ذلك يتم إسناد هذه 32 إلى الطلب اللي هو 21. الفائدة من هذا النوع من أنواع تخصيص الذاكرة هو quickly quells unused chunks into larger chunks. طبعا هذا يتم يعني بسرعة يقوم بدمج القطع الغير مستخدمة بقطع أكبر، لأنه مثل ما ذكرنا يعني بعد ما تتم هذه عملية التقسيم كاملة بعد ذلك أيضا راح نرجع إلى الحجم الأصلي اللي هو 256 بجمع المتبقي من هذا الشنك مع الشنكس الأخرى وجمعها في شنك أكبر. الديسادفانتج السلبية لهذا النوع هو الفراجمنتيشن. الفراجمنتيشن اللي مثل ما ذكرنا هو تجزئة الذاكرة أو تقسمها أو تقطيعها وتوزعها في أماكن مختلفة. هنا نلاحظ مثلا بهذا المثال اللي احتاجيناه هو 21 كيلو بايت، ولكنه اللي تم تخصيصه هو 32 كيلو بايت، فالبقية 9 كيلو بايت هذا راح تبقى هي فراجمنتد، يعني هي غير مستخدمة من قبل أي برنامج. هنا عندنا في مثال بسيط يوضح أن البادي سيستم ألوكيتر بداية إذا كانت عندنا الفيزيكال كونتيجوس بيجز مقسمة إلى 256 كيلو بايت وطلبنا مثلا 21 مثل ما ذكرنا قبل قليل، فراح يتم تقسيمها أيضا 128 ليفت و 128 رايت، يعني يسار ويمين. بعد ذلك أيضا كل واحدة من أتوم هذه الليفت مثلا إذا اختاريناها أو ممكن اختيار الرايت أيضا نقسمها إلى 64 64 ليفت ورايت، ثم أيضا ال 64 أيضا نقسمها إلى 32 32 ليفت ورايت وهكذا. بعد ذلك يتم تخصيص هذه القطعة من الذاكرة إلى الطلب الكيرنل اللي هو كان عندنا 21 كيلو بايت كمثال. طبعا
النوع الاخر من انواع الالوكيترز اللي هو مخصص الذاكره يسمونه السلاب الوكيتر، اللي هو مخصص الشرائح، او السلاب تاتي على شكل ايضا كقطعه او شريحه. هذه تعتبر الترنيت استراتيجي، يعني استراتيجيه بديله. السلاب هو عباره عن واحد او اكثر من الصفحات المتجاوره فيزيائيا اللي هي موجوده في لوكالتي محدده. الكاش هنا تختلف عن الكاش اللي احنا نعرفها، هي عباره عن واحد او اكثر من السلابس، السلاب الواحد او اكثر يتم تجميعها سويه فيما يسمى بالكاش. السنجل كاش فور ايتش يونيك كيرنل داتا ستراكشر، هنا يتم تخصيص كاش واحد لكل طلب من الكيرنل لهيكل من هياكل البيانات. طبعا هياكل البيانات طبعا يقصد بها اللينك ليست، الستاك او الكيو او اي شيء اخر. ايتش كاش فيلد وذ اوبجكتس انستانشيتد اوف ذا داتا ستراكشر، طبعا كل كاش يتم ملؤه باوبجكتس، هذه الاوبجكتس ايضا مثل ما ذكرنا قد تكون هي اي نوع من انواع الداتا ستراكشرز الذي يطلبها الكيرنل. عندما الكاش يتم انشاؤه فانه يتم ملؤه بالاوبجكتس ويتم يعني تاشيره على انه فري. بعد ذلك عندما الكاش او عندما الستراكشر ستورد، عندما يتم خزن البيانات في داخله، فهذا الاوبجكت يتم ايضا يعني الاشاره له على انه يوزد واستخدم. If the slab is full of used objects, the next object allocated from an empty slab. يعني اذا السلاب الحالي امتلأ بالاوبجكتس العناصر الحاليه واحتجنا ايضا يعني عندنا عنصر اضافي، فهذا يتم تخصيصه الى empty slab، سلاب اخر يعني يتم انشاؤه بعد ذلك. If no empty slab, new slab allocated. اذا لم يكن هناك empty slab موجود ضمن الكاش الحالي، فنقوم بانشاء سلاب جديد ضمن هذا الكاش، لانه مثل ما ذكرنا الكاش يتكون من سلاب واحد او اكثر. البنفيتس انكلود نو فراجمنتيشن، فاست ميموري ريكوست ساتسفاكشن. هنا الفوائد لهذا النوع من انواع الالوكيشن اللي هو تخصيص الذاكره للكيرنل وبقيه البروسيسز هو انه ليس هناك فراجمنتيشن، لانه هنا نقوم فقط بانشاء سلاب جديد لكل واحد من الاوبجكتس التي نحتاجها، وطبعا احجامها مختلفه باختلاف احجام الداتا ستراكشرز اللي يطلبها الكيرنل. هنا راح يكون عندنا يعني تلبيه لرغبات البروسيسز والكيرنل من الفاست ميموري ريكوست، يعني راح يكون عندنا اجابه سريعه لطلبات الذاكره وتخصيصها. هنا عندنا في مثال الكيرنل اوبجكتس، اذا كانت عندنا 3 كيلو بايت مثلا اوبجكتس، فراح ايضا يتم تخصيصها في داخل الكاشز. طبعا الكاش هنا راح يكون حجمه 3 كيلو بايت فقط مناسب للاوبجكت المطلوب من قبل الكيرنل، وبعد ذلك يتم تخصيصها على شكل سلابس في الفيزيكالي كونتيجوس بيجز اللي هو الصفحات المتجاوره فيزيائيا في داخل الذاكره الرئيسيه. اما اذا كان عندنا 7 كيلو بايت اوبجكتس واللي هو راح يكون حجمها اكبر، فهنا ايضا راح نقوم بتخصيص كاشز جديده. راح تلاحظ بانه يعني حتى بالرسم هنا الحجم صغير وهنا الحجم اكبر، لان هنا كانت عندنا 3 كيلو بايت، هنا راح تكون عندنا 7 كيلو بايت. وايضا بعد ذلك يتم تخصيصها الى سلابس بحجم اكبر في الذاكره الفيزيائيه المتجاوره. السلاب الوكيتر في نظام اللينكس، طبعا هو اصلا يعني نشا السلاب الوكيتر في نظام اللينكس كمثال على هذا البروسيس ديسكربتر اللي نوعه ستراكت تاسك ستراكت. هذا ياخذ 1.7 كيلو بايت من الذاكره، يعني هذا واحد من الستراكشرز الداتا ستراكشرز التي يطلبها الكيرنل، اسمه تاسك ستراكت، حجمه 1.7 كيلو بايت من الذاكره. عندما يكون هناك نيو تاسك الوكيت نيو ستراكت فروم ذا كاش، اذا كان لدينا تاسك جديد راح نقوم بتخصيص ستراكت جديد من الكاش. We'll use the existing free struct task struct. يعني إذا كان لدينا free struct من نوع task struct سنقوم باستخدامه. The slab can be in three possible states. هنا the slab راح يكون في ثلاث حالات يعني ممكنة. أما أن يكون full يعني مستخدم كله، أو empty كله فارغ، أو partial هو عبارة عن خليط من الفارغ والمستخدم. Upon request يعني بعد الطلب، the slab allocator يعني بعد أن يكون هناك طلب من قبل الكيرنل لتخصيص ذاكرة، السلاب الوكيتر راح يقوم بالتالي: اولا يستخدم الفري ستراكت ان بارشال سلاب، راح يستخدم منه فد ستراكت فارغ من السلاب يعني المستهلك نسبيا. اذا لم يكن هناك سلاب فارغ او فري ستراكت، تيكس وان فروم ذا امتي سلاب، راح ناخذ لنا ستراكت جديد من السلاب اللي راح يكون هو امتي. اف نو امتي سلاب كرييت ا نيو امتي، اذا لم يكن هناك سلاب فارغ ايضا راح نقوم بانشاء سلاب جديد. فتلاحظ بان هذه الخطوات التي يقوم بها السلاب الوكيتر ممكن ان تاتي على شكل سؤال في الامتحان، اللي هو ما هي فائدة السلاب، كيف يعمل، ما هي خطوات عمله في اللينكس وغيرها من الأمور الأخرى، يعني ممكن أن يكون مهم بالامتحانات. تكملة طبعا للسلاب الوكيتر، هنا السلاب الوكيتر بدأ في نظام السولاريس ولكنه الآن منتشر في الكثير من نظم التشغيل، مستخدم على شكل يعني في إدارة الذاكرة في مختلف الأوبريتنج سيستمز. اللينكس 2.2 كان يحتوي على سلاب ولكنه الآن يحتوي على سلوب وسلاب،
allocators اللي هم عبارة عن تعديلات أو يعني مجرد modifications أو تطويرات أو تحديثات على نظام السلاب. واحد منهم اسمه سلوب والثاني اسمه سلاب allocators. السلوب هو for subsystems with limited memory. السلوب ممكن يستخدم مع الأنظمة محدودة الذاكرة واللي هي قد تكون المايكرو كنترولرز مثل الأردوينو أو الراسبري باي أو أي نوع من أنواع الأنظمة التي تعمل على نظام اللينكس. الراسبري باي يعمل بنظام اللينكس طبعا واللي هو يحتوي على limited memory. ممكن أن يستخدم السلوب اللي هو simple list of blocks. السلوب هي مختصر simple list of blocks. طبعا يحتوي على ثلاث قوائم للأوبجكتس للسمول والميديوم واللارج أوبجكتس للعناصر الصغيرة والمتوسطة الحجم والكبيرة. السلاب اللي هو performance optimized slab هو عبارة عن نفس السلاب اللوكيتر القديم ولكنه performance optimized أي أنه تم عملية أمثلية للأداء الخاص به يعني تحسين الأداء إلى أقصى درجة ممكنة. Removes the pair CPU queues metadata stored in a page structure. هنا طبعا يقوم بإضافة أو بإزالة الطوابير pair CPU يعني بالاعتماد على عدد السي بي يوز الموجوده. طبعا لانه عندما يقول بير سي بي يو هذا يدل على انه هذا النظام يستخدم في الانظمه التي تحتوي على اكثر من سي بي يو واحد او اكثر من سي بي يو كور. الميتا داتا ستورد ان بيج ستراكشر هنا البيانات المرتبطه او الاضافيه ايضا يتم خزنها في البيج ستراكشر اللي هو في هيكل الصفحات. الاذر كونسيدريشنز طبعا هنا يعني نقترب من نهايه الفصل وبالتالي سيتم شرح الاعتبارات الاخرى التي يتم اخذها بنظر الاعتبار عند اداره الذاكره الرئيسيه واللي هي مثل ما ذكرنا يعني حاليا نتكلم عن الفيرتشوال ميموري اللي هو الذاكره الافتراضيه. البري بيجنج يعني من اسمها اللي هي عباره عن عمليه جلب الصفحات قبل طلبها. البري بيجنج اللي هو عمليه البيجنج المسبقه. البري بيجنج طبعا لتقليل العدد الكبير من البيج فولت في بدايه العمل that occurs at the process startup. مثل ما ذكرنا عندما تبدأ أي عملية في وقت البداية الخاص بها سيكون هناك عدد الـ page faults كبير جدا لأنه كل page سنطلبها ستكون غير موجودة لأنه هي بدأت للتو يعني لم يتم جلب العملية حتى الآن من الذاكرة الثانوية إلى الذاكرة الرئيسية. فالـ pre-paging هو عبارة عن الجلب المسبق لكل أو بعض الصفحات الخاصة بهذه العملية والتي سوف تحتاجها before they are referenced قبل أن يتم احتياجها. طبعا if the pre-paged pages are unused for input output and memory was wasted يعني إذا الصفحات التي قمنا بجلبها قبل طلبها لم يتم استخدامها فهذا يدل على أنه إحنا قمنا بتضييع ذاكرة وإدخال وإخراج على الفارغ يعني بدون نتيجة. فهنا راح يكون هنا قرار صعب هل نقوم بجلب الصفحات التي ممكن أن تستخدمها العملية في المستقبل وبالتالي نسرع بدء العملية في البداية ونقلل الـ page fault أو يعني لا نقوم بذلك لأنه ربما نقوم بجلب الصفحات ولكنها ستكون غير مستخدمة فبالتالي راح يكون عندنا تضييع لموارد الذاكرة وأجهزة الإدخال والإخراج. هنا طبعا هذا الشيء يتم حسابه بعد القيام بعملية simulation طبعا محاكاة لعدد كبير من العمليات وعدد كبير من الحالات. فهنا نفترض بأنه الـ S of pages S اللي هو طبعا عدد من الصفحات are pre-paged and alpha of the pages is used. لنفترض بأنه الـ S هو عدد الصفحات التي قمنا بجلبها مسبقا قبل طلبها أو قبل الاحتياج لها والألفا هو عدد الصفحات المستخدمة من عندها فقط يعني لأنه مثل ما ذكرنا ممكن أنه نقوم بجلب 1000 صفحة ولكن هو التي ستستخدم منها هي 30 أو 40 أو 500 أو 200 يعني بالاعتماد على نوعية العملية وأيضا بالاعتماد على الذكاء في اختيار هذه الصفحات التي نعتقد أنه سيتم استخدامها. هذا الشيء ممكن يعتمد على القراءات السابقة للنظام الحالة المخزونة وغيرها من الخوارزميات الأخرى. فهنا يقول بأنه إذا كانت الكلفة للـ S multiplied by alpha save page faults إذا كانت الكلفة للـ S مضروبا في الألفا اللي هو عدد الصفحات مضروبا في الصفحات فقط التي تم استخدامها save page faults أكبر أو أصغر than the cost of the pre-paging. هنا راح نقوم بهذا السؤال هل أنه الكلفة أو العائدات أو النتائج التي حصلنا عليها من جلب هذه الصفحات كلها على العلم هذه الصفحات كلها على العلم أنه فقط هذا الجزء من عدته هو الذي تم استخدامه هل أنه هذا الـ benefits أو الإيجابيات من هذا الشيء هي أكبر أو أصغر من كلفة البريبيجينج على فرق لانه احنا مثل ما ذكرنا البري بيجنج راح تكلفنا ميموري اند انبوت اوت بوت ريسورسز فهنا نقول راح نقوم بضرب الاس في الواحد ماينس الفا ان نسيسري بيجز هنا نقارن بانه اذا كانت الاس في الاي اكبر من الاس في واحد ماينس اي
اللي هو unnecessary pages التي لن يتم استخدامها، فهنا أنا راح يكون هذه advantage مفيدة. أما إذا كانت الأسفل أي هي أصغر من الأسفل واحد ماينس ألفا، العفو أسفل ألفا أصغر من الأسفل واحد ماينس ألفا، فهذا يدل على أنه كان هناك waste. طبعا هذا الشيء ممكن ايضا يكون على شكل مساله، تكون هناك رقم للاس ورقم للالفا، ويقول لك بانه اذا كانت لدينا مثلا 1000 صفحه موجوده في الذاكره وقمنا بالبري بيج ل 500 صفحه من اتهن مثلا واستخدمنا فقط 30 من اتهن، فهل تعتقد انه هذا الشيء هو مفيد او غير مفيد؟ طبعا ممكن تكون على شكل مساله في الامتحان. الفا نير زيرو، اذا كانت الالفا تقترب من الصفر فمعناتها البري بيجنج لوسز، الالفا اللي هي عدد الصفحات المستخدمة إذا كان قريب من الصفر فهذا يدل على أنه عملية البري بيجينج قد خسرت وفشلت في تحقيق التسريع في أداء النظام، لأنه إحنا خسرنا الكثير من الموارد للذاكرة والإدخال والإخراج لجلب الكثير من الصفحات، في حين أنه نحن لم نستخدم إلا جزء قليل من أدها اللي هو قد يقترب من الصفر. الاعتبارات الأخرى أيضا للبيج ديماند بيجينج أو الفيرتشوال ميموري اللي هو البيج سايز، حجم الصفحة. طبعا أيضا مثل ما ذكرنا حجم الصفحات هو شيء غير ثابت، الشيء الوحيد الثابت فيه هو أنه يكون من مضاعفات العدد 2. Sometimes operating systems designers have a choice، بعض الأحيان مصممين نظم التشغيل يمتلكون الخيار في اختيار حجم الصفحة. Especially if running on a custom built CPU، خاصة إذا كانوا يعملون على معالجات مبنية لأغراض خاصة مثل اللي موجودة مثلا بالأردوينو أو الراسبيري باي أو المايكرو كنترولرز أو البي ال سيز أو غيرها، أي أنه المعالج هو ليس جنرال بيربس، ليس عام الأغراض وإنما محدد لأغراض محددة، فبالتالي راح يكون العمليات التي تنفذ بداخله هي من نوع محدد. البيج سايز سيلكشن ماست تيك انتو كونسيدريشن، هنا حجم الصفحة أو اختيار حجم الصفحة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار كل هذه الأمور. اولا الفراجمنتيشن اللي هو التجزئه في داخل الصفحات، لانه مثل ما ذكرنا اذا كانت البيج كبيره جدا فالفراجمنتيشن ممكن تكون ايضا كبيره جدا، اذا كانت صغيره جدا نفس الحاله ممكن، يعني مثل ما ذكرنا اكو عندنا انترنال واكسترنال فراجمنتيشن ويجب اخذهم بعين الاعتبار عند اختيار حجم الصفحه، وايضا تحدثنا عن هذا الشيء في الفصل السابق. البيج تيبل سايز ايضا حجم جدول الصفحات، لانه اذا كانت عندنا البيج كبيره جدا فهذا يدل على انه البيج تيبل راح يكون ايضا كبير جدا، إذا كانت صغيرة وهكذا. الريزوليوشن اللي هو التحويل ما بين العناوين من الذاكرة الرئيسية والذاكرة الثانوية. الانبوت اوتبوت اوفر هيد اللي هو العبء الإضافي الذي ستلقيه علينا، يعني عملية الإدخال والإخراج إذا كان يعني حجم الصفحة كبير أو صغير. النمبر أوف بيج فولتس أيضا هذا الشيء يتم اختياره من قبل يعني بعد إجراء الكثير من التجارب لمعرفة أنه إذا كان البيج سايز كبير أو صغير ما هو تأثير ذلك على البيج فولت. أيضا اللوكاليتي اللي هو يعني تواجد البرنامج او جزء من البرنامج او البروسيس في ذاكره فيزيائيه متجاوره. ال TLB size and the effectiveness، TLB اذا تذكرون هو الترانزيشن لوك اسايد بفر اللي هو واحده من طرق بناء البيج تيبل في داخل الذاكره، وايضا حجمه وكفاءته وغيرها. Always power of 2 ايضا مثل ما ذكرنا دائما يكون حجم الصفحات هو او حجم الصفحه طبعا هو من مضاعفات عدد 2، عاده هو يتراوح ما بين 2 اس 12 اللي هي 4000 4 كيلو بايت الى 2 اس 22 اللي هي 4 مليون او 4 ميجا بايت، يعني من 4 كيلو بايت الى 4 ميجا بايت. On average growing over time، يعني كمعدل هذا المقدار يزداد مع الوقت، لأنه كل ما تزداد عندنا حجم الذاكرات ممكن أيضا بعد ذلك يزداد حجم الصفحة اللي هي مثل ما ذكرنا هي جزء من الذاكرة ولكنه تكون ثابتة الحجم. الاعتبارات الأخرى أيضا اللي هي TLB reach، هذه أيضا إن شاء الله راح نتحدث عنها في المحاضرة الأخيرة من هذا الفصل في المحاضرة القادمة إن شاء الله، خليكم ويانا، شكرا جزيلا ومع السلامة.